بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مين فينا ما بحبش العطر ويحب الجمال؟ إن الله جميل يحب الجمال. موضوعنا النهاردة بإذن الله تعالى عن عطر رجالي جميل ورائع، عطر فوياج، عطر من العطور الخشبية والعشبية الاتنين معا. العطر ده ممكن تستخدمه في مناسبات رسمية وغير رسمية. أحلى فترات لاستخدام هذا العطر هو فصل الربيع والصيف. حضراتكم طبعا احنا كلنا عارفين ان اي عطر ليه قاعدة عطرية، اللي هي بتكون عبارة عن قمة العطر ووسط العطر و قاعدة العطر. العطر اللي معانا النهاردة بإذن الله تعالى اليوم، القمة أو افتتاحية العطر بتكون عبارة عن ليمون وبرجموت وتفاح أخضر، أما قلب العطر أو وسط العطر بيكون عبارة عن زهرة البنفسج والمريمية. أما القاعدة، قاعدة العطر واللي هي بتظهر في آخر فترات العطر، يعني بيكون عبارة عن زيوت من خشب الأرز وخشب الصندل وخشب الأبانوس. حضراتكم العطر ده بيجمع ما بين العطور الخشبية والعطور العشبية، وده من نوع الرجال. طيب حضراتكم احنا هنشتغل النهاردة على تركيز معين، وانا حضراتكم مختار تركيز وسط اللي هو هنشتغل ان شاء الله على 15%، على اساس بيدينا عطر من النوع اللي هو اودي برفيوم، يعني عطر ممكن يكون استخدامه في كل المناسبات وكل الفترات ويكون غير مكلف. العطر دوت ان شاء الله اللي هنشتغله، عشان نشتغله لازم لي كحول إسايل، لازم لي كحول إسايل، ولازم لي عندي هنا مثبت، ولازم لي ماء مقطر، والزيت العطري اللي هشتغل بيه، ولازم لي أدوات أو خامات هشتغل بيها، عبارة عن مخبار مدرج. ما عندكش المخبار المدرج ممكن سرنجة مدرجة، واحنا شرحناها قبل كده وعرفناها للناس، ودي سهلة ومتوفرة ورخيصة، وهتستعمل عبوة أو زجاجة. الزجاجة اللي معايا دي سعة 50 ملي، سعة 50 ملي، يعني هي شكلها كبير ولكن سعتها الداخلية عبارة عن 50 ملي. ممكن نحتاج حاجات زي مصات أو قطارات سعة 3 ملي، هاخد واحدة منهم، أو مفيش النوع دوت متوفر، النوع دوت موجود في أي صيدلية مش متوفر، بنستعمل قطارة من القطارات العادية، وبيكون برضو مدرجة عليها من 1 لـ3 ملي، لو 1 لسنتيمتر لـ3 سنتيمتر مكعب. التركيز اللي حضراتكم قلنا عليه هنشتغل عليه النهارده باذن الله تعالى تركيز 15%. طب الازازه اللي عندي، يعني وقلنا قبل كده وفسرنا، قلنا 15% معناها ايه؟ قلنا ان 15%، في ناس بتزعل مني لما بقول التفاصيل في الشرح، مش عايز يعني احط دي على دي كده والناس ما تفهمش، انا عايز الناس تعرف يستحملوني شويه، على اساس كل واحد يعرف يدرب الازازه كويس ويخلطها كويس ويطلع ناتج او منتج جيد جدا ورائع. يعني الناس ما تزعلش مني، يعني طبيعتنا كده، فبنحب ان احنا نوضح مره واثنين وثلاثه. العطر اللي عندي 15%، وقلنا معنى كلمه 15%، يعني بتحط 15 او بتضع 15 ملي من الزيت العطري، والى ما يضيف عليهم كحول إسايل ما يكمل 100 ملي من كحول الإسايل. الباقي انا حطيت 15 زيت عطري، هحط عليه كام ملي على اساس يكمل 100 ملي؟ بنقول هيكون عبارة عن 85.
الازازه اللي عندي دي 50، الازازه اللي عندي دي 50، يبقى على طول كده معروفه ال 50 دي نص المئة، يبقى نص المية، يبقى هقول عندي هحتاج في حدود 7.5 ملي من الزيت العطري، يعني احنا هنجبرها نرفعها يعني الى 8 ملي لسهولة الشغل والتصنيع. على بركة الله نبدأ مع بعض. انا عندي الزيت العطري وهجيب المخبار المدرج اللي عندي وهعبي ما يقرب من 8 ملي من الزيت العطري، 8 ملي من الزيت العطري. بحددها الاول، ادي الخمسة، المخبار اللي معايا ده حضراتكم ده 25 ملي، ده 25 ملي، الخمسة ملي تحت هنا، وباجي بعدها شرطة 2 3 اللي هي فوق الخمسة بتديني 8 ملي. بعبي 8 ملي من الزيت العطري طبعا بالراحة في الشغل على اساس يكون فيه يعني دقة، لان حضراتكم بيشتغل في زيت عطري بيكون غالي شوية عن اي خامة تانية. حضراتكم كده اللي معايا دولت 8 ملي من الزيت العطري، 8 ملي من الزيت العطري. بفك الازازة حضراتكم، بفك الازازة، وبعد ما بفك الإزازة بأبدأ أضيف 8 ملي من زيت عطري فوياج. بروح لأي محل عطور، بذهب لأي محل عطور جملة أشتري منه، يعني حضراتكم مش هيرضى يبيع لك أقل من 30 أو 50 ملي من الزيت العطري. وإحنا قلنا حضراتكم الزيوت اللي بنشتغل بيها دي من نوع من الزيوت العطرية الصناعية، زيوت العطرية الصناعية أو الاصطناعية التي تحضر في معامل، من نوع بنسميه باللغة أو بيسموه باللغة الإنجليزية فريجرانس أويل، يعني على أساس حضراتكم تكونوا عارفين ما هياش زيوت عطرية طبيعية، دي زيوت عطرية مصنعة. بعد كده حضراتكم هنضيف ما يقرب من 1 ملي من المثبت، هضيف 1 ملي من المثبت. حضراتكم بعبرها في النقط، بتيجي في حدود 20 نقطة من اللي هو المثبت. حضراتكم اهو كده انا ضفت الايه؟ المثبت. طيب بعد ما ضفت المثبت، في ناس طبعا المثبتات كتيرة وقلنا عليها قبل كده حضراتكم، على اساس ما اخبيش على حضراتكم انا بستعمل نوع اللي هو الجليسرين، الجليسرين وده ناتج ثانوي من عمليه التصبن ومتوفر في اي محل من المحلات العطور او في محلات العطاره او في اي محلات بيبيع منظفات او يعني مركبات كيميائيه، وده مش ضار، ده ممتاز وما فيش في اي مشكله. بعد كده حضراتكم بنضيف حضراتكم ما يقرب من 1 ملي من الماء المقطر. الماء المقطر بنضيف ما يقرب من 1 ملي من الماء المقطر. طيب احنا ضفنا الماء المقطر، واحنا قلنا الماء المقطر ده بنضيفه على اساس بيكون يساعدنا في التخلص من الرائحة الحادة لكحول الإيثايل اللي احنا بنستعمله، ممكن يكون فيه رائحة نفاذة أو رائحة حادة، بيساعد على إن الماء المقطر يتخلص من هذه الروائح أو بيمتص هذه الروائح. إحنا حضراتكم ضفنا في الإزازة 8 ملي من الزيت العطري، 1 ملي من المثبت، 1 ملي من الماء المقطر، يبقى وصلنا 10 ملي، الإجمالي في الإزازة عندي كده 10 ملي. هجيب كحول الإيثايل، هجيب كحول الإيثايل وأبدأ أكمل الإزازة، أكمل الإزازة بالكحول الإيثايل، أكمل الإزازة بكحول الإيثايل اللي هو هيكون حوالي 40 ملي، هيكون 40 ملي. حضراتكم بعد ما بكمل الإزازة، بعد ما بكمل الإزازة
اللي عندي للنهاية، يبقى أنا ضفت كده 40 مللي من كحول السايل. بقفل الإزازة كويس، بقفل الإزازة كويس، وبعدين برجها، برج الإزازة اللي عندي على أساس الإزازة يحصل فيه تجانس وإذابة لكل من زيت العطري والمثبت والماء الإيه المقطر. بعد كده باخد الإزازة، في ناس بتشكك في المعلومة دي، باخد الإزازة بغلفها بأي مادة، سواء كان ورقية أو من القماش أو أي مادة من البلاستيكية، كيس بلاستيك أسمر، وببدأ أضعها في التلاجة على أساس إنها يعني بتتعتق شوية، تقعد لي يومين ثلاثة، وبحطها في الفريزر عادي، مش في أي مشكلة، لأن كحول الإسهال لا يتجمد في الفريزر. وبعدين بعد كده ببدأ أستخدمها، لأن طبعا بعض الناس يقول لك ما تحطهاش الفريزر، طيب الحرارة العالية بتأثر على المنتجات وبتحللها، ما بالك بالحرارة المنخفضة، فبتساعد على إن المنتجات تتماسك وتتربط مع بعضها البعض، وبتساعد في إن يحصل عملية التعتيق ممتازة. حضراتكم يعني بطلب من حضراتكم دعمنا، مش علشان حاجة والله، على أساس إن الدعم لينا بيساعدنا إن إحنا نعمل فيديوهات أكتر ونجتهد أكتر ونطلع لحضراتكم أكتر في السن الكبير دوت. فحضراتكم ادعمونا فضلا وليس أمر وليس أمرا باللايك والتعليق الجميل، وأكون شاكر لحضراتكم. تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.